ما أن طلع الصباح حتى تكشفت خيوط مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بحق أبناء تعز، حيث استهدفت الأحياء السكنية بصواريخ الكاتوشا في حي الأشرفية والتحرير والسوق المركزي ومنطقة الضبوعة والعقبة. مصادر طبية أكدت عن مقتل ما لا يقل عن 23 مدنيا، وهنالك نداءات وصرخات استغاثة من المستشفيات والمراكز الصحية المكتظة بالجرحى. يأتي ذلك في وقت تحاصر فيه الميليشيات الانقلابية تعز وتمنع دخول الماء والغذاء والأدوية، الأمر الذي فاقم الوضع الإنساني وزاده كارثية في المدينة المنكوبة. ندين ونرفض ونستنكر هذه العمليات التي طالت المدنيين في محافظة تعز وغيرها من المناطق الشمالية، وهذه مؤشرات تدعي على أن الطرف الآخر من الحوثيين وجماعات صالح أنها لا توحي أو أنها جدية في إجراء أي عمليات أو أعمال حوار وطني مع الطرف الآخر من أجل إنهاء هذه الحرب. ووسط مواجهة عنيفة حققت المقاومة الشعبية تقدما في مخيم الأربعين بمدينة تعز، حيث تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع والمباني بعد المواجهات التي جرت في منطقتي الأربعين والدحاء. وفي تطور آخر، استهدفت غارات التحالف العربي تجمعات للحوثيين في المعهد المهني بمنطقة الحوبان والقصر الجمهوري شرق تعز وموقع جبل النور ومنطقة الزفيرية في مدينة المخا الساحلية. وفي الجوف، تمكن اللواء النصر الذي تم تشكيله في الآونة الأخيرة من السيطرة على معسكر الخنجر الاستراتيجي. مصادر عسكرية أكدت أن القوات الموالية لهادي على مقربة من معسكر اللبنات الاستراتيجي شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. وبرغم المجازر التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، إلا أن قوى التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمقاومة الشعبية يحققان مزيدا من الانتصارات في طريق تحرير العاصمة صنعاء من الجماعات الانقلابية. جمال حيدر لقناة الشارقة، عدن. هذا وللوقوف أكثر على آخر تطورات المشهد اليمني، ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن مراسلنا جمال حيدر. جمال، مرحبا بك معنا، وأبدأ معك بآخر التطورات لديك حتى هذه الساعة. نعم، ما تزال ميليشيات الحوثي وجماعة صالح المخلوع صالح تواصل قصفها الأحياء السكنية في محافظة تعز. عصر هذا اليوم سقط صاروخ كاتوشا على شارع رئيسي في وسط المدينة، خلف 4 قتلى وعدد من الجرحى. هناك تقدم المقاومة الشعبية في شارع الأربعين تحت غطاء جوي تشن من خلاله مقاتلة التحالف غارات دمرت معدات ومخازن للأسلحة الحوثية والمخلوع صالح. في الجوف تقدم كبير للمقاومة الشعبية والجيش الوطني وقوى التحالف العربي، وتحاصر معظم مواقع الحوثيين في الجهة الغربية والجنوبية وفي موقع الكنائس. معسكر اللبنات هو معسكر استراتيجي يتم محاصرته من 3 جهات، ربما الساعات القليله القادمه سوف يكون الحسم. في مأرب ايضا طيران التحالف العربي يشن غارات على صرواح وانباع الانفجارات في معسكر صحن الجن، وتم تدمير ايضا عشرات الدبابات والاسهم العسكريه وسقوط عدد من القتلى والجرحى. في محافظه اب ايضا تشن المقاومه الشعبيه هجوم في اكثر من جهه من جبهة على ميليشيات المخلوع صالح ومن تلك المناطق الأهمون وسقوط قتلى حوثيين. في البيضاء أيضا شن طيران التحالف اليوم غاراته على الحوثيين وميليشيات صالح في منطقة قيفة. نعم، مراسلنا جمال حيدر، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.